مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حياتنا أنطلع عليكم في هذه الحلقة اللي تتناول أخبار وفقرات منوعة وأيضا بإذن الله تعالى راح يكون معنا ضيوف أعزاء ونتحاور معاهم في مواضيع مهمة يسعدني في البداية نرحب أرحب بأخوي عبد الرحمن الله بالخير وحياك الله مساء الخير أحمد طبعا مشاهدي الكرام أنتم لازم تعودون إحنا مع بعض صح نمسي على بعض هذا شيء بروتوكولي يعني بالتلفزيون مشاهدينا الكرام طبعا يعني قطر ستستضيف كاس العالم في غضون يعني ايام قليله وهذا الحدث العالمي لابد له من تجهيزات امنيه وتجهيزات لوجستيه ودعم جميع القطاعات والوزارات والمتطوعين من داخل قطر ومن خارج قطر لذلك ست... سنركز يعني قدر الامكان في برنامج حياتنا الايام المقبلة للحديث أكثر عن يعني استعدادات وتجهيزات قطر لاستقطاب مثل هذا الحدث العالمي طبعا خلنا نروح إلى أول خبر ما أن أنت تتكلم أيضا عن استعدادات دولة قطر لكاس العالم فمع اقتراب بطولة كاس العالم فيفا قطر 2022 تتوالى افتتاح العديد من المشاريع الكبرى التي تؤكد أن هذه البطولة ستترك ارثا كبيرا لدوله قطر من خلال مشاريع البنيه التحتيه المميزه والعملاقه. نعم احمد وبالفعل يعني في الامس شهدنا افتتاح اكبر مستودع لحافلات النقل الكهربائيه في العالم ومستودع حافلات لوسيلة طبعا هذا المستودع مشاهدينا الكرام اقيم على مساحه تبلغ اربعة ألف متر مربع وقادر على استيعاب 478 حافله وهو يعتمد على الطاقه الشمسيه لامداده بالطاقه. طبعا احمد يعني محطه الخرسعه افتتحت قبل ايام افتتحت افتتحها سمو امير بلاد المفدح حفظه الله نعم تت يعني تتماشى مع رؤيه قطر الوطنيه وكانت يعني من اكبر يعني محطات توليد الطاقه النظيفه في المنطقه وهذا يتماشى ايضا مع ما تكلمنا عنه من طاقة نظيفة أيضا يعني تتميز فيها قطر في كأس العالم من هذه الحافلات حيث يضم مستودع حافلات لوسيل نحو 11 ألف وحدة من وحدات ألواح الطاقة الشمسية والتي تولد نحو 4 ميجا بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي وايضا اخوي عبد الرحمن يضم المستودع 24 مبنى متعدد الاستخدامات الى جانب مواقف الحافلات والمرافق الخدميه والترفيهيه والمساحات الخضراء ومحطات التوزيع الكهربائيه الفرعيه. طبعا احمد ومشاهد الكرام ينقسم المستودع الى ثلاث اقسام حيث يضم القسم الاول 478 موقفا للحافلات مجهزا بعدد 248 معده شحن كهربائيه لتشغيل الحافلات. الكهربائية بالإضافة إلى عدد من المرافق الخاصة بعمليات الصيانة والفحص السريع والتنظيف والتجفيف ومحطات التوزيع الكهربائية الفرعية طبعا مشاهدينا الكرام خلونا نشوف أنا وأخي عبد الرحمن وأنتم أيضا هذا التقرير نشوف يلا نطلع هذا التقرير أكبر مستودع للحافلات الكهربائية على مستوى العالم في طاقة استيعابية تصل إلى 478 حافلة، هذا المستودع الذي يقع غرب مدينة لوسيل ويعتمد على الطاقة الشمسية لتشغيل مبانيه، يأتي كإنجاز جديد ضمن برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام التابع لوزارة المواصلات. لا شك ان هذه واحده من خطوات برنامج البنيه التحتيه للنقل العام اليوم ندشن اكبر مستودع في العالم قدرته 447 باص في الشحن الذاتي شحنات مزدوجه او فرديه يعمل كامل بالطاقه الشمسيه ولتعزيز منظومه النقل في الدوله تم الحرص على ان تشمل البنيه التحتيه الخاصه بالمستودع كافه المرافق التي تخدم قطاع النقل والعمال لتشمل مساكن وورش الصيانه ومعدات الشحن الكهربائيه. ما في شك ان اشغال تعتبر ذراع المنفذ لمشاريع الدوله بناء على الخطه اللي وضعت وزاره مواصلات النقل العام. تم التوكيل لهيئه اشغال بتنفيذ اربع محطات باصات دائمه وثلاث مؤقته وذلك لاستضافه كاس العالم. هذه السبع محطات إن شاء الله بقدرة ما يقارب سبعة آلاف غرفة للسائقين و 3500 باص إن شاء الله بيتم توفيرها محطة الوسيل مكونة من وعشرين ألف متر مربع من, الألواح الشمسية وتعطي تقريبا حوالي 4 واط وتتسع لحوالي 500 باص من الباصات الكهربائية 100% وفيها حوالي 250 شاحن يشحن يغذي الباصات الكهربائيه. انجاز جديد يهدف الى الارتقاء بخدمات النقل العام في دوله قطر التي يتم توفيرها لكافه من يقطن على ارض الدوله طبقا لاعلى المواصفات والتكنولوجيا العالميه ولتكون داعما لخطط النقل التي يتم تقديمها لجماهير كاس العالم فيفا قطر 2022. مشاهدينا الكرام حتى يكون هناك ربط يعني في الاخبار المهمه لدوله قطر يعني بالامس امير البلاد المفدى افتتح محطه الخرسعه اللي تمتد على مساحه عشر يعني عشر 10 كيلو مربع بتكلفه تبلغ مليار و مليون ريال طبعا هذه فيها مليون و800 الف لوح شمسي، انا اتمنى منكم مشاهدينا الكرام تطلعون على هذا المشروع اللي يعتبر صراحه مفخره لدوله قطر. وايضا اليوم نشوف جهود وزاره المواصلات في تخصيص هذه الالواح الشمسيه للباصات يعطيهم العافيه جهود مثمره حقيقه كل هذا لاجل الاحتفال الكبير والعرس اللي راح نعيشه بعد شهر تقريبا وهو كاس العالم فيفا قطر 2022. طيب نبتدي احمد بالاخبار؟ تفضل نكمل بعد طيب. لا زلنا يعني مع كاس العالم. طيب مشاهدينا الكرام يعني فعاليات منوعه ومختلفة ستشهدها دولة قطر خلال استضافة بطولة كأس العالم التي ستنطلق في العشرين من الشهر المقبل ومن هذه الفعاليات ما كشفتها قطر السياحة ومجموعة الخطوط الجوية القطرية بالفعل أخوي عبد الرحمن فلقد تم الكشف عن مجموعة واسعة من الفعاليات التي ستقام طيلة أيام المونديال وفي مناطق مختلفة من الدولة تفاصيل أخرى نتعرف عليها أخوي عبد الرحمن في هذا التقرير شاهد نشاهد مع بدء العد التنازلي لانطلاقة بطولة كأس العالم في قطر 2022 أعلنت الخطوط الجوية القطرية وشركاؤها عن أكثر من عشرة مشاريع ترفيهية سيتم افتتاحها قبيل انطلاقة البطولة العديد من المشاريع اصبحت جاهزه من شواطئ وفنادق ومناطق ترفيهيه ستفتتح ابتداء من الاول من نوفمبر بالاضافه الى اطلاق الكثير من الانشطه المصاحبه لبطوله كاس العالم ومن ضمن هذه المشاريع تطوير ثلاثه شواطئ عائليه تفتتح ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل وهي شاطئ بي 12 ورمال الدوحة وشاطئ الخليج الغربي بقدرة استيعابية تبلغ أكثر من ثلاثة ألاف شخص وافتتاح مهرجان درب لوسيل في الثالث من نوفمبر يتخلله عروض درون وفعاليات مصاحبة بالإضافة إلى تشغيل وينتر واندرلاند في الأسبوع الثاني من نوفمبر وتدشين السفن السياحية MSC World Europa وتم الإعلان عن منطقتين للمشجعين قريبتين من موقع مطار حمد الدولي ومطار الدوحة وهي متاحة أيضا للمسافرين الذين يصلون قبل رحلتهم بأربع إلى ثمان ساعات وذلك ابتداء من التاسع من نوفمبر المقبل حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر الذي يليه لدينا منطقتان للمشجعين قريبتان من موقع المطار إحداهما منطقة ترفيهية للأطفال بالإضافة إلى توفير خدمة توصيل من المطار إلى تلك المناطق ومن المقرر أن تهبط في قطر مئات الرحلات يومياً لحضور نهائيات كأس العالم في قطر 2022 رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ولا زلنا مع اجواء بطوله كاس العالم حيث تنظم اللجنه الامنيه لبطوله كاس العالم في قطر 2022 يوم الاحد تمرين وطن لتاكيد الجاهزيه والذي يستمر على مدار خمسه ايام بمشاركه مختلف الجهات العسكريه والمدنيه المعنيه باستضافه البطوله. نعم احمد ومشاهد الكرام يهدف تمرين وطن الى تعزيز دور الجهات المعنيه اثناء قيامها بتنفيذ مهامها الاضافيه اثناء بطوله كاس العالم الاستثنائيه، الى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع القوات المشاركه في التمرين من الدول الشقيقه والصديقه لضمان تطبيق افضل الممارسات الامنيه في تنظيم الفعاليات الرياضيه الكبرى. طبعا بهذا الشان يسعدنا ان يكون معنا في الاستديو المقدم نواف محمد العتيبي مساعد نائب قائد عمليات امن البطوله. لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022 مساك الله بالخير أبو محمد معانا وحياك الله في برنامج حياتنا مساكم الله بالنور والسرور وشاكرين لكم على حسن الاستضافة وتاحة الفرصة لمشاركة ما لدينا من معلومات مع الجمهور الكريم هذا واجبنا ومشاركتك للمعلومات عن طريق تلفزيون قطر أيضا هذا واجب وسائل الإعلام لخدمة مثل هذا الحدث العالمي مقدم نواف يعني تمرين وطن ماذا يعني؟ يعني ايش فرق تمرين وطن عن التمارين الاخرى؟ الدول اللي مشاركه تقريبا عشر دول دول كبيره عندها اعداد كبيره بعضها عندها ناس مشاركين في البطوله بعضها لا، هل هناك اختيار هذه الدول لها معايير؟ ودي شرح مبسط للمشاهد. باذن الله. في البدايه تمرين وطن طبعا يعتبر هو التمرين الامني الاكبر في على هذا المستوى وفريد من نوعه. طبعا التمرين عباره عن محاكاه لبطوله رياضيه كبرى فيها العديد من الفرق المشاركه بالاضافه الى الجماهير والضيوف اللي موجودين المناطق اللي راح تستخدم من خلال جميع هذه الفئات ايضا المواقع اللي اللي راح تكون فيها التمارين يعني مطابقه بشكل كبير للاحداث المتوقع إن شاء الله في مستقبل أن تكون موجودة كل هذه المعلومات ترجمت بسيناريوهات سيناريوهات طبعاً موزعة بشكل كبير على كافة مختلف مناطق الدولة طبعاً تم انتقائها هذه من باب اللي هو بداية من سجل المخاطر أيضاً من خلال التجارب السابقة احتياجات الجهات المشاركة معنا في في التمرين اللي قياس اللي هي سرعه الاستجابه بالاضافه الى اليات القياده والسيطره كل هذه الامور تاتي في جانب تاكيد الجاهزيه الامنيه وايضا جاهزيه الجهات المشاركه معنا طبعا مشاركين معنا تقريبا 34 جهه طبعا ما بين العسكريه والمدنيه والتنظيميه، كل هذه الجهات مشاركه بهدف الوقوف على مستوى تعاون مشترك وفهم موحد لكافه الاجراءات اللي راح تكون موجوده في البطوله، بالاضافه الى تواجد القوات من الدول الشقيقه والصديقه معنا للاستفاده من خبراتهم اللي موجوده معهم في تامين مثل هذه الاحداث. تمرين كبير. تمرين شام للعديد من السيناريوهات اللي راح نتطرق لها بشكل اكبر في في الحوار باذن الله محمد تكلمت عن مشاركه الدول الصديقه ودنا يعني دلاله هالشيء وانعكاسه على وجود ايضا المؤسسات واللي بيشاركون معاكم ل 34 جهه تقريبا وجود مثل هذه الدول لا شك انه مهم نعم طبعا مشاركه القوات من الدول الصديقه والشقيقه طبعا حرصت الجهات الامنيه في الدوله على هذا الجانب وذلك لتعزيز الجانب التعاوني الامني ما بين جميع القوات سواء كانت القوات المحليه وايضا القوات المشاركه هذا كله يصب في في مصلحه البطوله من خلال الخبرات اللي راح تكون موجوده مع هذه القوات الصديقه في تامين هذه الاحداث، ايضا التجارب بين بين الجهتين، بالاضافه الى تعزيز مستوى التعاون بين دوله قطر وتلك الدول في تعزيز مثل هذه الجوانب، امانه اهدافه اهداف هذا الجانب اعمق نعم. نعم. صحيح. وعمق في من كبيره من نعم في تنظيم بطوله نعم نعم، طيب مقدم نواف يعني تمرين وطن السيناريوهات اللي تكلمت عنها مثلا لو تعطينا امثله مثلا هل هو يتعلق فقط بامن الملاعب؟ هل هو يتعلق بتامين المطارات ومداخل الدوله والمخارج؟ هل هو يتعلق بالطرق؟ هل هو يتعلق بحركه مرور مثلا بعض المواطنين يسال المقيمين كيف ستكون حركه سير المواطن والمقيم اثناء فتره كاس العالم؟ السيناريوهات كل ما ذكرته هو اكثر. <applause> تتعلق بكافه هذه الجوانب، نعم. سيناريوهات وضعت بعنايه وهذا كله امتداد لتمرين وطن واحد، احنا في تمرين وطن واحد قمنا بسيناريوهات واقع تدريب اللي هو السنه الماضيه، نعم. نعم. اليوم التمرين وطن اثنين ياتي بنطاق اشمل واوسع واكثر تنوع من تمرين وطن من خلال المشاركات، من خلال السيناريوهات، من خلال ايضا المواقع اللي غطيها واليوم انت في فعاليات كثيره تطلع اليوم يتم الاعلان عنها في مواقع كثيره تكون خاصه باستقطاب الجماهير ايضا كل هذه المواقع سواء كانت المطارات اللي تكلمت عنها محطات النقل المجمعات الفنادق الطرق الملاعب ملاعب التدريب الطرق والعديد من المواقع اللي, اللي راح تكون موجوده معنا في السيناريوهات خاصة لها سواء كانت المشات الحكومية أو الخاصة راح تكون لها سيناريوهات أيضا السيناريوهات هذه فقط لا يعني ما تكون تعالج أمر واحد فالسيناريو الواحد فيه العديد من المعاضل لأن قد يجمع أكثر من جهة فراح تكون في بعض السيناريوهات تبدأ من ساعات الصباح إلى إلى المساء سيناريو واحد فبالتزامن مع السيناريوهات مع بعض هذا هو الواقع اللي راح يكون موجود في 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 الفترة المقبلة بالتالي مراعاة أن هذا التمرين يكون أقرب إلى الواقع بشكل كبير فالسنروهات هذه تغطي أغلب المواقع وأيضا أغلب الأحداث المتوقعة وأيضا الموجودة في بطولة كأس العالم للخروج بأفضل وتنظيم استثنائي لبطولة كأس العالم في قطر 2022 بإذن الله تعالى طبعا نحن محمد نبي الحين نكمل الدور نحن دورنا كإعلاميين وايضا دور المواطنين في هذا التمرين شنو راح يكون من خلال طبعا رسائل توجيهيه احنا مشاركين أحمد في وطن احنا, احنا, احنا جزء ايه من وطن احنا الان جزء ايه من جزء ايه تمرين وطن ننقل نعم ننقل للمشاهدين هذه الصوره وايضا شنو دور المواطنين اليوم والمقيمين في في دوله قطر للاسهام في مثل هذا التمرين الهام اللي بيكون يوم الاحد ان شاء الله. نعم طبعا الجمهور من مواطنين ومقيمين كافة الجماهير هذا ما لا شك عنصر اساسي من عناصر انجاح البطوله التعاون اللي دائما نستشعره منهم في كافه البطولات السابقه من خلال اتباع التعليمات، ايضا التقيد بالتواقيت، الوصول المبكر، هذه كلها يساعدنا كجهات سواء كانت امنيه ولا تنظيميه وايضا حتى الخدميه في انها تقدم افضل خدمه في 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 الميدان من خلال الامن والسلامه والخدمه يقدم كل هذه بافضل صوره من خلال تعاون الجمهور اللي دائما وابدا ما كان معنا في في هذا الجانب. طيب يعني مقدم نواف الحدث يجب ان لا يستهان فيه، حدث كبير دوله قطر دوله بالنسبه للدول اللي نظمت قبل صغيره الحجم سكانها ومقيمينها اقل من الدول الاخرى نحتاج تكاتف من المواطن والمقيم نعم. اخذ الموضوع بجديه لان هذا سيحمل صوره قطر كدولة كدولة إسلامية كدولة عربية فنبي منك كلمة توجهها ليس فقط المشجعين ولكن نريد أن يكون كل مقيم وكل مواطن موظف أيضا لخدمة هذا الوطن فيما يتعلق بالتنظيم لكاس العالم فيفا قطر 2020 مما لا شك أن الجهود اللي بذلت طوال السنوات الماضية من لحظة الاستضافة كبيرة الدروس اللي تم الاستفاده من خلال الاحداث ومرورا بكافه الاحداث سواء كانت المحليه ولا حتى كانت الدوليه، هذه كلها مأخوذه في عين الاعتبار، كلها تم دراستها والتخطيط لها ووضع خطط تشغيليه كبيره وتم اختبار هذه تمرين وطن ايضا هذا تأكيد ولكن ولكن قياس الجاهزيه كان في مراحل سابقه، اليوم احنا وصلنا ولله الحمد لاعلى مستويات الجاهزيه في هذا في هذا التنظيم، طبعا مما لا شك هذا هذا كله يشاركنا الجمهور فيه من خلال من خلال اتباعه للتعليمات من خلال وجوده معنا في ارض الميدان وتعاونه مع الجهات اللي موجوده في الميدان هو وجود وجود الجهات هذه كلها سواء كان الامني او التنظيمي لخدمته لتوفير افضل اجواء يستمتع في البطوله فبالتالي تعاونهم مع تلك الجهات اللي موجوده هذا راح يكون من الامور الداعمه الكبيره لقيامنا بافضل واجب وافضل ظهور بافضل صوره ممكن. مقدم نواف محمد العتيبي شكرا لكم يعطيكم العافيه على هذه الجهود واحنا باذن الله تعالى يد بيد لانجاح مثل هذه البطوله ومعكم في تمرين باذن الله تعالى وطن اللي راح يستمر لمده خمس ايام كل التوفيق لكم والله يحفظكم ان شاء الله جميع وشاكر لكم حسن الاستضافه مره ثانيه وموفقين دائما يعطيكم العافيه والى الامام ان شاء الله موفقين ومسددين إن شاء الله. ان شاء الله احنا دائما ندعو الله سبحانه وتعالى يجعل هذا البلد امنا مطمئنا يعني بوجود قوات الامن الله يعطيهم العافيه وجهودهم المبذوله نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه ايضا المنم احمد المنم في نقطه مهمه يعني يجب ان لا يغفل عنها المشاهد يعني خلونا نتكلم بصراحة يعني يعني الإعلام الآن أصبح شفاف وسائل التواصل الاجتماعي تبث كل شيء يعني أحمد الحين أنت لو عندك عرس صديق أو واحد من قرابتكم أو مثلا الجهة اللي أنت تعمل الجهة اللي أنت تعمل فيها أو أنت تعملين فيها لو عندهم مناسبة تجد استنفار في كل صحيح الجهة واحد يستقبل عند الباب واحد يشوف الناقص وين ويكمله من عنده بعض الناس يدفع من مخباه واحد يفزع لك ايه واحد يدفع من مخباه علشان ما يبين نقص المناسبة أو العرس أو الحفل أمام الضيوف اللي جايين هذا الحدث مشاهدينا الكرام يعني حدث كبير جدا اكبر مما ممكن احنا نتخيل لان هذا الحدث يعني استثنائي جدا تنظيمه في وقت مناسب جدا من جهه الطقس ومن جهه يعني تسهيل الاستنفار الامني فلذلك يعني نتمنى من المقيم والمواطن ان ياخذ الموضوع بجديه وان يكون يعني خير رسول وممثل لقطر لان الاجنبي ترى ما يمثل الاجنبي اللي جاي قطر ما يعرف صحيح يعني هل انتم ما يعرف شنو العادات شنو التقاليد شنو ثقافتنا لذلك نفس ما قال اخوي عبد الرحمن احنا نترك خير رساله وعلينا ان نجتهد جميعا ونكون يد واحده لاظهار هذا الحدث شيء يليق بدولتنا الحبيبه قطر باذن الله تعالى. نريح المشاهدين شوي نروح الفاصل يلا يلا نروح الفاصل مشاهدينا ونرجع بعد ان شاء الله. بال بالاذن طبعا مشاهدينا الكرام رجعنا لكم ونبقى في اطار الاستعدادات والاجراءات الخاصه لاستضافه قطر لبطوله كاس العالم في قطر 2022 فقد اعلنت مؤسسه الرعايه الصحيه الاوليه وهذه من اهم المؤسسات في يعني تنظيم هذه البطوله عن تحويل 70% من خدمات المراكز الصحيه عن بعد وذلك اعتبارا من الاول من نوفمبر المقبل. خلونا طبعا نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير، روح بمناسبة استضافة قطر مونديال 2022، وإبتداء من الأول من نوفمبر المقبل، 70% من الاستشارات الصحية ستكون افتراضية وعن بعد. هذا ما أعلنته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. التي اوضحت ان هذا الاجراء اتخذ لضمان وصول المرضى الى الرعايه الصحيه واستمراريه الرعايه بالمستوى المطلوب خلال بطوله كاس العالم والحد من الاقبال على المراكز الصحيه واستنادا الى هذا الاجراء سيتم حجز جميع المواعيد الجديده واستشارات المتابعه كمواعيد افتراضيه ما لم يطلب الطبيب مقابله المريض وجها لوجه بينما ستقوم المؤسسه بتحويل جميع المواعيد المحجوزه مسبقا الى استشارات افتراضيه وارسال اشعار الى المرضى بذلك على ان يتم حجز وترتيب مواعيد استلام الادويه من خلال الهاتف وعبر خدمه التوصيل الى المنزل ودعت المؤسسه المرضى الى استخدام تطبيق نرعاكم للحصول على الخدمات المتوفره ونوهت الى ان خدمات الطوارئ ستكون متاحه خلال الفتره المذكوره وكذلك خدمات الحضور بدون موعد لتخصصات طب الاسره وطب الاطفال واجراءات طب الاسنان وقسم الأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية وفحوصات الكشف عن السرطان وطب العيون، مشيرة إلى أن حجز الاستشارات والمواعيد يستمر من خلال مركز الاتصال المجتمعي على الرقم 16000 مشاهدينا الكرام نبقى معكم في اجواء كأس العالم وهالمرة نتحدث عن القطاع الصحي وآخر استعداداته الخاصة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، حيث أطلقت مؤسسة حمد الطبية حملة توعوية وطنية جديدة تطلب من أفراد المجتمع الاتصال بخدمة الإسعاف في حالات الطوارئ الطبية فقط، وذلك للحد من عدد المكالمات للحالات غير الطارئة على الرقم 999 والمخصص لخدمة الإسعاف. صحيح أحمد مشاهد الكرام الحملة الجديدة يعني تأتي يعني بعد إطلاق حملة سيارات الإسعاف المؤثرة والراسخة تحت عنوان ساعدنا ساعدكم والتي تم تشغيلها على مدار السنوات العشر الماضية لتثقيف الجمهور حول الخطوات اللازمة عند الاتصال بالرقم تسعة 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 في حالة الطوارئ الطبية الحرجة. للحديث عن هذه الحمله اكثر وحول هذا الموضوع يسعدنا ان يكون معنا في الاستديو السيد علي درويش مساعد المدير التنفيذي لخدمه الاسعاف بمؤسسه حمد الطبيه مساك الله بالخير اخوي علي وحياك الله معنا في برنامج حياتنا. مشكورين على الاستضافه. يا مرحبا. آه يعني سيد علي بدايه لو تحدثنا عن هذه الحمله، اهداف الحمله، شو الجديد؟ آه ليش صارت هذه الحمله؟ اكيد فيه آه توجيهات جديده او نقص او تعديل علشان نواكب هذا التطور نقدر نقول السبب الرئيسي <applause> وراء الحملة هي ثقة وزارة الصحة بوعي المجتمع <applause> وعي المواطن وحبه للتعاون فحبينا ننزل الحملة ونشرح لهم شفنا من الجميل أن نفسر الفرق بين مجهود سيارة الإسعاف وسبب تواجد سيارة الإسعاف والمرافق الصحية اللي لا تقل أهمية عن سيارة الإسعاف نفسها فبغينا نشرح لهم ان الحالات البسيطه لها اتجاهها ونخلي الحالات الطبيه اللي تشكل خطر على الحياه واللي الثانيه فيها محسوبه لخدمه الاسعاف عن طريق الاتصال ب 99 ليتسنى لل... للاسعاف وخدمه الاسعاف بتوجيه كامل قواها البشريه واسطولها من السيارات للحالات المستحقه الاسعاف اللحظي. نعم. إحنا نتكلم طبعًا عن اللي هو الخط الساخن كما يقال تسعة 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 طبعًا آه ضغط كبير خاصة في خدمة الطوارئ شنو التصرف الأمثل أو شنو توجه للمشاهدين في عدم استخدام هذا الرقم إلا في الحالات الطارئة والمستعجلة إحنا ما نمنع أحد الاتصال على طبعًا. تسعة تسعة بس إذا اتصل على تسعة, تسعة ممكن إحنا نوجهه إلى المرافق الصحية أو ننصحه بعد الاستماع إلى معلومات المبلغ بنظام كمبيوتري اسئله أجوبة والشخص متلقي البلاغ في قسم الاسعاف هو شخص اصلا على درايه طبيه وهو كادر طبي اصلا نعم. فيقدر يفهم الموضوع بشكل سريع من من مقدم البلاغ لكن احنا ننصح الناس اللي عنده حالات الرشح والزكام جروح بسيطة، إصابة بسيطة أثناء هل في يتصل عليه مثلا للحالات غير توجه الطارئة؟ إلى المرافق الصحية اللي تابعة لمؤسسة حمد الطبية وما شاء الله متوزعة بطريقة جغرافية كبيرة، فاحيانا تلقى الانسان عنده حاله طبيه بسيطه وجرح بسيط يستعين بحد من الاهل وياخذ السياره ويروح الى اقرب مركز صحي م. بالتالي يسمح لقسم الاسعاف انه يروح للحالات توجه الخطره صراحه انا عجبني سؤال احمد يعني مثلا دكتور علي اقتراح مثلا ليش ما يكون هناك خط بديل للحالات غير الطارئه صحيح. مثلا يعني للاسف يعني انا صارت قدامي هذه واحد من الشباب شاف زحمه على خط الشمال تسعات تسعات انا حولوني قالوا بنحولك الشرطه او المرور ما قالوا له ف قلت ليش داقه تسعات تسعات بس طواري قال مسكر الشارع فاذا <applause> كل واحد مثلا شاف حادث هل يصير <applause> <applause> استهتار <applause> يعني عشان ما يصير ضغط على التسعات سووا مثلا يعني خط بديل يتصلون عليه الناس بعض الناس مثلا ما عنده حد يوديه عنده استشاره مثلا عنده جاره عنده حاجه يحس ب مثلا ألم معين او عندك كبير سن ما يعرف يتعامل معاه، فعلشان ما يتصل بالتسعات كلامك صحيح، <applause> احنا نشوف النا... ان تقدر تقول في وجه اخر للعمله هذه. <applause> على سبيل المثال تشتيت المجتمع بغده ارقام يفضل توحيدها على رقم واحد لل... لعدم تشتيت المجتمع، يعني يتصلوا الكل على تسعه تسعه وراح يتم توجيهكم من بعد الاتصال على تسعه تسعه اما البلاغ يكون بسيط يتم توجيهها الى مركز صحي او احد مرافق صحيه او يكون بلاغ خطر على الحياه ويتم بعث الاسعاف. لا. لكن توحيد الرقم للمجتمع افضل من تشتيته بعده ارقام. حلو. زين بعض افراد المجتمع المواطنين والمقيمين ما يدركون خطوره انه والله اذا اتصل واشغل مثلا رقم في حاله ثانيه تحتاج يعني حاله قصوى تحتاج الان تتصل على ثلاث تسعات. فنبي ايضا نوجه رساله للمجتمع يعني ما مو شنو حجم الاضرار اللي ممكن تصيد الحاله الثانيه بسبب اشغال الرقم في حاله غير مستعجله. آه واضح آه احنا على سبيل المثال من ناحيه الاحصاء في 2022 تلقينا 200 ما يقارب 235 الف بلاغ الى الان منها 48 الف بلاغ ننظر له كقسم اسعاف وكتصنيف طبي انه غير طارئ وممكن اللجوء الى اقرب مركز صحي اقل من الربع اي فهذا يعد 20% من العدد الكلي يعني لو قسمناها وفصلناها راح تكون لكل 100 بلاغ 20 بلاغ غير طارئ فاحنا قاعدين نوجه الحمله والرساله للمجتمع ونطلب منهم انه يكون لهم يد المساعده مو بالقسم الاسعاف للمريض اللي في حالته خطره يعني انت كفرد من المجتمع لما تستعين باحد من الاهل وتروح في جرح بسيط او او حاله صحيه رشح او زكام وتلجا المركز الصحي راح تكون لك يد المساعده في البلاغ اللي بعده لو كانت لا سمح الله توقف قلب او حاله حريق او حادث سياره فانت راح تكون اصلا سهمت مساهم نعم. في انقاذ الحياه بتعاونك وتعاونك في الاعتماد على نفسك في الحالات البسيطه والذهاب الى المرافق الصحيه. نقطة مهمة صراحة. جميل ايضا فيها يعني لمسة ايثار يعني لازم الانسان يكون عنده حس صحيح. انساني وحس ايثار يعني انا مثلا اقدر اروح روح خل مثل ما قلت الخط يكون مهيأ ومتاح لقد قد يكون هناك شخص احوج منك. احنا على ثقة ان اي فرد من المجتمع في دولة قطر لو درى ان البلاغ هذا البسيط راح يتوجه له وراح يتاخر على بلاغ حرج بعده اكيد راح يرفض <applause> راح يقول لا خلوني انا بروح بنفسي ووجه الاسعاف للمحتاج مثلا نعم. هذا سبب الحمله او او خلفيه الحمله يعني خصوصا يعني سيد علي يعني الحمد لله بفضل الله المراكز الصحيه احمد منتشره عندنا في قطر كل المناطق والحمد لله كل بيت كافة في الخدمات في هي. بدال السياره سيارتين وبدال السايق سايقين فاذا الواحد وزع هذه الجهود ايضا احتسب الاجر ان قال انا بروح لو فيها تعب شوي علشان اريح بداله ثلاثة ساعات لمن احوج مني يعني صحيح. والعدد السكان في دوله قطر مقارنه باسطول سياره الاسعاف من الطبيعي ما يكون مطابق مم. يعني ما يكون في سياره اسعاف لكل فرد من المجتمع المريض فالعدد المقنن هذا يفضل يروح للبلاغات المستحقه اكثر من البلاغات البسيطه نعم اساس يقدر يغطي الكم من المجتمع اذا هاي الحمله دكتور علي ترد ايضا على المشككين يقول والله انتم حاطين هذه الحمله لاجل تقليل استخدام عدم عدد المكالمات هو هو بكل بساطه الاسعاف وجد للحالات الحرجه فاحنا اذا رفضنا الحالات الحرجه والعياذ بالله وقلنا لهم لا تتصلون في الحالات البسيطة فما يبقى لنا شيء صح فأكيد الواجب من العدد المطلوب توجهه هو أساس وجود الإسعاف أصلا إنقاذ الحياة والحالات اللي تشكل خطر طيب سيد علي يعني إضافة طائرات الهليكوبتر في السنوات الأخيرة إلى أسطول سيارات الإسعاف هو يعني إضافة نوعية يعني اختصرت كثير من الوقت وساهمت في إنقاذ الكثير من الناس ودنا لو تعطينا ارقام يعني مقاربه يعني كم عدد سيارات الاسعاف مثلا؟ كم عدد سيارات الطائرات الكوبتر؟ تقريبا عشان المشاهد يكون على درايه بهذا الاسطول. على مدار 24 ساعه عندنا تقريبا ما يقارب ال 125 الى 130 سياره اسعاف على مدار الساعه، تغطي دوله قطر موزعه بطريقه كمبيوتريه جغرافيه احصائيه بالتالي تغطي كل المناطق اللي فيها الكثافه السكانيه وكثافه البلغات ايضا. العدد الاسعاف الطار عندنا ثلاثه، واحد في الاحتياط واثنين في الخدمه. وهدفهم واحد نقل المصاب من المناطق البعيده النائيه خارج مدينه الدوحه وضواحيها الى مؤسسه حمد الطبيه او المرافق الثانيه. نعم جميل. ودنا ايضا نتكلم مع التوسع الان العمراني وافتتاح الشوارع ما شاء الله الجديده والتوسع في المناطق، نتكلم ايضا عن الاستجابه السريعه للاسعاف حالات المرضى. افضل شغله ساعدت خدمه الاسعاف في دوله قطر للوصول للمريض هي تعاون المريض نفسه ومعرفته بموقع الحدث او اقرب نقطه او معلم ممكن يدلينا واليوم ولله الحمد بفضل التقنيه صار في رابط بين المبلغ ومتلقي البلاغ في مركز القياده الوطني ما صار يتسكر الخط صار في اتصال مباشر وصار في لحظه اشرحها لنا اخوي علي كيف يعني صار ما فيه يعني كيف صار اتصال مباشر ايش اللي اختلف عن السابق السابق على سبيل المثال كان يتصل ناخذ منه الموقع وبعض المعلومات البسيطه ونغلق الخط ونتلقى البلاغ اللي بعده لكن الحين والله الحمد صرنا نشكل حلقه تواصل مباشره مع المتصل ونطلب منه المعلومات الكامله ونخليه اصلا يساهم في استقرار المريض باعطائه ارشادات ما قبل صحيح. الوصول أه. وفهم الحاله وفهم الموقع ونتم على الخط في في بطريقه ارشاديه على اساس نحافظ على استقرار المريض ايضا قبل وصول سياره الاسعاف وسرعه الوصول مثل ما تفضلت اخوي نضيف عليها التقنيات تقنيات فتح الاشارات تقنيات الخرائط المطبقه في اجهزه الخرائط المضافه في السياره قد يكون ايضا وعي الجمهور أي؟ علي نعم. لا الجمهور والله الحمد متعاون وفي ساحه طريق موجود هاي مطلوب أي؟ الحين يعني سيد علي اسعاف اذا راحت الاشاره وكانت حمراء في تواصل مع العمليات تفتح الاشاره لا في جهاز موجود داخل السياره تلقائيا لما يكون الونان والرماد شغال من يقرب عند الاشاره الاشاره تستوي خضراء وما عدا ذلك تكون حمراء فيمشي هو والسيد اللي وياه كلهم طيب احمد معليش انا احب الاشياء هذه يعني التفاصيل تفضل تحملني وانت تحملني سيد علي لا تفضل طيب فلنفترض اتصل شخص عشان بس المشاهد يكون على درايه اتصل شخص قبل ما يعلم او قبل ما يخبر انقطع الخط هل فيه تحديد من الاتصال تحديد موقع الشخص هذا مثلا ارسال الدعم اللازم اذا اضطرينا واثناء انقطاع الخط نحاول نعتمد على الجماعة في مركز القيادة الوطني ولهم الشكر الجزيل في توفير التقنية هذه في تحديد طبعا مو بالتحديد الدقيق بالسانتي لكن يحدد لك المنطقة ونستعين بالدوريات والجهات المستجيبة الثانية في عملية البحث وه... لهذا السبب احنا نحرص على اول كلمتين ناخذهم الموقع <applause> اساس لو صار لا سمح الله انقطاع للخط نكون على الاقل عرفنا وين نتجه اذا هذه رساله للمشاهدين ان على طول بلغ خلال وين انت متواجد حاليا صحيح وهذا اول شيء راح يتوجه له اصلا نعم نعم يعني السيد علي درويش مساعد المدير التنفيذي لخدمه الاسعاف بمؤسسه حمد الطبيه يعطيكم العافيه على جهودكم المقدمه خاصه يعني احنا مقبلين على كاس العالم الله يقويكم اي أيوة والله الله يقويكم والعافيه احمد يعني المشاهد لما يكون عنده ثقافه انك ممكن تكون انت سبب في انقاذ حالة مشارك مثل سيارة الإسعاف صحيح يعني عدم اتصالك إلا للضرورة أنت ساهمت كأنك وفرت سيارة إسعاف بطاقة متكامل للمريض اللي بعدك طبعا أعطيتها فلا لي. تشغل هذه الثلاث أه. تسعات لا تشغلها إلا للحالات الطارئة نروح عند طيب أحمد يصير غير كشختي ما أقدر أغير يصير يحق لك مشاهدينا الكرام اعلنت شركه الاتصالات اوريدو عن توفير خدمه الواي فاي للحافلات المخصصه لنقل مشجعي بطوله كاس العالم وايضا مناطق اخرى يعطيك العافيه احمد زميلنا عبد الله الهلابي صاحب ابتسامه الجميله كان متواجد في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الشركه صباح اليوم واجرى هذه المقابله مع السيد صباح ربيع الكواري مدير اداره العلاقات العامه في الشركه نروح, نروح حق عبد الله يلا يلا كلنا نعرف بان اريد هي الداعم الاقليمي لهذه البطوله راح ان شاء الله نتحدث اكثر عن الاتفاقيه اللي احدثت اليوم بين اريد وبين الفيفا مع طبعا السيد صباح الكواري وهو مدير العلاقات العامه في اريد في البدايه نراعي فيك ويانا في تلفزيون قطر ودائما قاعدين نشوف خصوصا مع بطوله كاس العالم تفاعل كبير من اريد لاستضافه هذه البطوله سواء للفعاليات او للامور الخاصه بالجماهير وايضا للاعبين خلينا نتكلم عن هذه الاتفاقية اللي تمت اليوم وشنو آه راح اضيف لكم إن شاء الله لأريدوا بطولة كأس العالم نعم في البداية أول شيء نشكركم ونشكر تلفزيون قطر على تواصلهم الدائم وتغطيتهم لمعظم الفعاليات التي تحدث في دولة قطر بشكل عام الآن نفس ما ذكرت بأن أسابيع قليلة تفصلنا عن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ونحن في أوريدو نعتز بأن نكون الداعم الإقليمي ومشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط والشمال أفريقيا اليوم أتوقع حدث مهم بالنسبة لنا في أوريدو وأيضا بالنسبة للأخوان في الفيفا نفس ما احنا نعرف احنا في آه الفتره الماضيه اعلنا عن امر آه جدا مهم وحيوي الا وهو اطلاق شريحه آه هيا للجمهور وكل القادمين الى آه دوله قطر كمبادره لكل الجماهير التي ستقدم وستتواجد في مونديال قطر 2022 اليوم حدث مهم جدا اريد والفيفا اعلنا عن توفير خدمه آه الواي فاي لاكثر من 350 حافله ستضم اللاعبين والحكام الموظفين التي الذين لهم علاقه في الفيفا وسيتنقلون في كل ارجاء قطر بهذه التكنولوجيا المقدمه من اريدو لجعل كل هؤلاء الاشخاص يستمتعون بخدمات الانترنت ويستمتعون في بنيه اتصالات قويه في خلال بطوله كاس العالم في قطر 2022 سعدنا بتواجد السيد كولن سميث المدير, المدير العمليات في بطولة كأس العالم في قطر 2022 وأيضا سعادة الشيخ ناصر محمد الثاني رئيس الشؤون التجارية وتم الإعلان عن هذه الاتفاقية التي ستبدأ إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة يعني هذه يمكن الانطلاقه وهذه هذا الموضوع موضوع شبكه الواي فاي انها تكون موجوده في الباصات احنا ما شفناها يمكن في بطولات كاس العالم من قبل فهذه اول خطوه اول مره تصير في بطولات كاس العالم، شلون جاتكم الفكره ان انتم توفرون شبكات الواي فاي في الباصات تكون موجوده؟ نعم اتوقع هذا واحد من التحديات المهمه بالنسبه لاي منظم او اي شركه راح تكون منظمه في هذا الوضع وخاصه ال راح يحتاجون خدمة الواي فاي في الباصات والتنقل خبرك يعني في بعض المواصلات التي ستكون هناك بعضها نتوقع راح تأخذ مدة طويلة فمن حرص الفيفا وتواصلها معنا في توفير الخدمة ولله الحمد نحن في أريد لدينا أفضل التكنولوجيات المتقدمة على مستوى العالم في توفير بنية اتصالات قوية تخدم جميع الأشخاص المتواجدين في دولة قطر وبالنسبة لنا كشريك استراتيجي للفيفا عندما تم التواصل وطلب هذه الخدمه ساعدنا في توفير هذه الخدمه وايضا تطبيقها لربما احنا طبقنا هذا الموضوع بشكل سابق على مدى اصغر لكن في هذا الموضوع احنا او في هذا الوقت نطبقه على اكثر من 350 حافله سيستمتعون بخدمات الواي فاي طوال رحلاتهم وتنقلاتهم في ارجاء دوله قطر خلال بطوله كاس العالم 2022. كم احمد يعني بشيء مسك ودهن عود وكذا؟ اكيد اشياء حلوه يعني. كنا مع يعني الجهات الامنيه والطبيه يعني. والحين مع الجهه طيب. الدينيه. مشاهدينا الكرام منذ تاسيسه يقوم مركز الشيخ عبد الله بن زيد المحمود الثقافي الاسلامي بوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه بالتاكيد على المعاني الثقافيه والحضاريه للاسلام ومبادئه العالميه وقيمته وقيمه الانسان لجمهور واسع من الجاليات المقيمه على ارض قطر من غير المسلمين الى جانب التعريف بالثقافه القطريه والتراث العرب الاصيل لدوله قطر وهو دور يتكامل مع الادوار الحضاريه العالميه لدور قطر التي تعزز السلام والتعايش والحوار بين الشعوب. طبعا والى يومنا هذا اخونا عبد الرحمن يواصل المركز مشاهدينا الكرام دوره بالتعريف بالثقافه والاخلاق والمعاملات الاسلاميه وزياره المساجد وتوعيه المهتدين الجدد للجاليات المتواجده في قطر. بهدف التوعية وتعميق المحبة والتأخي بين البشر. نعم أحمد ومشاهدي الكرم الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو السيد حسن العمادي رئيس قسم التعريف بالإسلام ورعاية المهتدين بمركز عبد الله بزيد المحمود بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. يا مرحبًا فيك أخوي يا حسن مرحبا. وصراحةً يعني العمل اللي تقومون فيه يعني مفخرة ويعني يورث صراحةً يعني شيء نحن نعم. نشكركم عليه. والاجيال اللي جايه تشكركم عليه صراحه. <applause> نعم يعني يا مرحبا حياكم الله وجزاكم الله خير. وطبعا مثل ما قلت دور المركز يعني جدا حساس وجدا مهم في الدوله. مثل ما قلت احنا دورنا خصوصا احنا مثل ما تقول على راح تستقبل ان شاء الله كاس العالم قريب ان شاء الله. فباذن الله يكون لنا تواجد ان شاء الله يرضي الجميع ان شاء الله. باذن الله تعالى <applause> أخي حسن طبعا اجر الهدايه الى طبعاً. الاسلام اجر نعم. عظيم ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. النعم يعني اخوي حسن يوم انتم تقومون بجهود جبارة توعوية من ضمنها زيارة طبعا مسجد الامام محمد نعم. بن عبد الوهاب طبعا خلنا نتكلم عن هذا البرنامج برنامج الزيارات ولمن يخصص في العاده نعم طبعا احنا او شيء عندنا تنقسم الى نوعين عندنا زيارات عشوائيه تكون خلال الاسبوع عندنا زيارة منظمة تكون في يوم الجمعة <applause> طيب فهذه الزيارة طبعا احنا نستهدف فيها غير المسلمين نعطيهم الفرصة يدخلون يشوفون الجامع طبعا الزيارة احنا عندنا فيها ثلاث محاور أساسية المحور الأول نبدأ نشرح فيه الشكل العمراني لجامع الإمام <applause> نبدأ نشرح فيها المئذنة القبة الموجودة نبدأ نعرفهم بالإمام محمد بن عبد الوهاب عندنا المحور الثاني نبدأ نتكلم فيه طبعاً عن داخل المصلى نبدا نشرح فيه عن موضوع الصلاه نشرح فيه عن صلاه الجماعه دور المؤذن دور الامام نبدا نعطيهم الفرصه يشوفون صلاه الجماعه داخل الجامع والنقطه الثالثه والاخيره والمحور الاخير نبدا نعرفهم على القران فيكون عندنا مصحف قدر نبدا نشرح لهم نخليهم يشوفونه ويشوفون الايات اللي فيه نبدا نعرفهم ان احنا في الصلاه نقرا سوره الفاتحه بهذه الطريقه جميل هنا. طيب سيد حسن اختيار مسجد الامام محمد بن عبد الوهاب معروف القصد منه هنا. محمد بن عبد الوهاب رمز هنا. في الجزيره العربيه ويعني للاسلام و لكن هل هناك زيارات اخرى مثلا لمكاتب مثلا تقومون فيها مثلا لمثلا مسجد قديم مثلا لتجمع مثلا هنا. مسلمين معينه معينين جاليه معينه نعم طبعا احنا قبل فتره كورونا كنا نستهدف فيها جامع المدينه التعليميه <applause> طيب وكنا نستهدف فيها مجموعه من المساجد يعني جات فتره كنا نغطي فيها كتاره وكذا لكن بعد فتره كورونا شوي الامور وقفت عندنا امل ان شاء الله بعد كاس العالم نرجع هذه البرامج كلها طبعا بالتنسيق مع هذه الجهات ان شاء الله باذن الله <applause> تعالى هنا. زوار كاس العالم انت تطرقت له هنا. هل راح يكون لهم يعني مثل برنامج معين غير زياره جامع الامام محمد عبد الوهاب كنوع مثلا من التوعيه وانشطه توعويه او زيارات مختلفه توعيهم على دور الاسلام نعم طبعا من ضمن الاماكن اللي راح تكون متوفره حق كاس العالم زياره جامع الامام راح تكون طريقه مختلفه عن الوضع الحالي م. راح يكون معها معرض مصاحب ان شاء الله في الجامع نفسه داخل الجامع نعم داخل الجامع راح تكون زياره مرتبه ومنسقه بشكل كامل عندنا مركز الشيخ عبد الله كذلك راح يكون مفتوح خلال فترة كأس العالم ونستقبل فيها الزوار. راح يكون عندنا برنامج المجلس القطري نتكلم فيها عن الثقافة القطرية المنبثقة من الثقافة الإسلامية. المجلس القطري. القطري. إيه نعم. م. فنتكلم فيه مثلا تقدر م. تقول نتكلم فيه عن الأكلات الشعبية. فلما نجيب طاري الأكلات الشعبية نفترض الهريس مثلا يا وقتنا. إيه نعم. <تصفيق> <تصفيق> عاد الوقت مناسب الوقت العجل. مناسب فلما نتكلم عن الاكلات الشعبيه نبدا نتكلم على ترى هذه الاكلات ايش طيب رايك نذوق شيء اليوم نعلمكم <applause> ان شاء الله <applause> طيب سيد حسن يعني آه كثير من الدعاه آه على مستوى الخليج والوطن العربي انا كنت اتابع من جزء منهم في تويتر وسائل التواصل آه عاملين جروب تطوعي انه يبي مشارك في قطر نعم آه علشان يقدم رساله لان هذه فرصه بدل ما الدعاه كانوا يسافرون الى جميع انحاء العالم الحين العالم كلهم جايين في قطر، هل هناك مثلا مظله واحده مثلا تجمع جميع الدعاه والمتطوعين اللي جايين من برا قطر؟ هل مثلا يتم توفير مثلا رعايه خاصه للمتبرعين والمتطوعين القادمين لنشر او لشرح صوره الاسلام في وقت كاس العالم؟ طبعا احنا دورنا كمركز الشيخ عبد الله بن زيد، احنا قائمين طبعا نعتبر كمبنى حكومي. <applause> فالتعاون مع الجهات الاخرى تحتاج الى موافقات طبعا والى تصاريح واحنا كدورنا كمركز طبعا ما نقدر نعطي هذه التصاريح مش مصرح لنا نعطي هذه التصاريح فاحنا دورنا نوعا ما يعني خاص فينا بالكادر اللي عندنا فتحنا مجال التطوع فتره بسيطه مستقبلنا متطوعين يعني حوالي 20 الى 30 متطوع لكن كدور مشترك بيننا وبين جهات مختلفه او خارجيه حتى ما كان عندنا صراحه هذه الفرصه. طيب احمد بس في نقطه تذكرتها. طيب سيد حسن انا اعرف بعض الشباب يملكون بعض العقارات كلموني قبل فتره قالوا عبد الرحمن احنا ممكن نبحث عن جهه معينه نترك العقار تحت تصرفهم فتره كاس العالم للمشايخ والدعاء اللي جايين برا قطر وهذه يعني هديه ومساهمه ومشاركه منا كمواطنين لـ 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 لنشر دين اسلامي فمع من يتواصلون يعني؟ هل معاكم هل مع جهه ثانيه هو الافضل يتواصلون مع الوزاره مباشره وهي على الأساس راح تبدا توجه الجهه المسؤوله في الغالب راح تكون ممكن الاداره العامه للوقف هي اللي راح تمسك الموضوع وتبدا تسعى في هذا الموضوع لكن بشكل عام احنا كمركز الشيخ عبد الله بن زيد ما عندنا مجال نعطي تصاريح في هذه المجال بس صراحه يعني يشيد بهذه الجهود ايضا المتطوعين الشباب اللي حابين يساهمون في الدعوه الاسلاميه خاصه انه الزوار اللي جايين متعددين الجنسيات ومتعددين عنا. اللغات وبخصوص اللغات في البرامج اللي انتم راح تقدمونها عنا. في كاس العالم هل راح تغطي معظم الجاليات اللي جايه في كاس العالم احنا طبعا استهدفنا اكثر اللغات الموجوده في العالم فقاعدين نغطي طبعا اللغه العربيه كشيء اساسي نغطي كذلك الانجليزيه والاسبانيه والفرنسيه موجودة عندنا في كل البرامج ان شاء الله. نعم. هنا. المسجد، مسجد الامام بيكون متاح طبعا للزائرين، هل في فترات معينة تدري ان الناس يحبون بيأخذون طبعا نعم. الخارطة اللي بياخذونها صحيح. او مثلا بيدورون على الاماكن اللي بيزورونها في دولة قطر فبيطلع لهم مثلا مسجد جامع الامام. صحيح فهل بيكون في اوقات معينة وجود الدعاء في جامع الامام بشكل دائم ولا في اوقات؟ احنا ان شاء الله راح نكون متواجدين ان شاء الله يوميا. مم. من الساعه 9 صباحا الى مم. الساعه 7 المساء بشكل يومي الا يوم الجمعه نغطي بس الفتره المسائيه نعم هنا. طيب سيد حسن يعني استكمالا لهذه الاسئله مثلا المراكز الدعويه عندنا في قطر يعني هل مثلا هناك مثلا مواقع موحده خصوصا يعني المدينه التعليميه انا كوني خريج من هنا. مقارنة الأديان خرجت على مدى الثمان سنوات الأخيرة وهذا أحمد شيء جميل نعم. خرجت دفعات في مقارنة الأديان سواء يعني دراسة يعني بحثية في الأديان أو هنا. في لغات الأديان وهذا شيء يسهم إسهام كبير ف يعني لو تركزون على هذا أو تقترح على الوزارة أنهم هنا. يستعينون بخريجين مثلًا المدينة التعليمية جامعة حمد بن خليفة في هذا شيء وفعليا في توجه الفتره الاخيره في المركز ان احنا قاعدين نحاول نستقبل المتخصصين في هذا المجال. وكذلك الوزاره ما شاء الله بدات حتى ترشح ناس يكملون دراستهم على هالاساس. فالحمد لله احنا سعينا في هذه النقطه وفاتحين المجال. نعم. يعني سيد حسن العمادي رئيس قسم التعريف بالاسلام ورعايه المهتدين بمركز عبد الله بن زيد ال محمود يعطيكم العافيه على آه جهودكم وبارك الله فيكم ان شاء الله اتمنى لكم طبعا التوفيق في هذه الاستضافه لكاس العالم وايضا الجاليات اللي راح تجيكم باذن الله تعالى. شيء نفخر فيه. جهود اليوم دوله قطر سواء كان في في الامن او ايضا في اقامه الفعاليات لا يقتصر ايضا اهميه عن الكلام اللي كنا نتكلم فيه قبل كذا يوم عن القيمه واظهار ايضا معالم هذا الدين ونظهر بثقافة هذه الدعوة وما يقوم به المركز من فعاليات وأنشطة صحيح أحمد ومشاهدي الكرام يعني هذا الموضوع جدا حساس وجدا مهم دينك مفخر لك نعم. ومفخر للإنسانية لذلك اعتز بهذا الدين كن خير رسول لهذا الدين تكلم عن هذا الدين لا تتكلم عن قبيلتك وتتكلم عن تراثك وتتكلم عن عاداتك وتقاليدك وتنسى الدين اللي هو اصل جميع هذه الاشياء ويجمع كل هذه الاشياء، كن خير رسول لهذا الدين. وصلنا واياكم مشاهدينا الكرام الى ختام هذه الحلقه، مع السلامه، يعطيك العافيه. الى اللقاء. يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهم شيء. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه.